أعتقد أفضل حاجة ممكن نعملها في الفترة الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي إن احنا نقرأ عن الموضوع، نتكلم عن القضية، نوصل للأجيال الجديدة اللي ما تعرفش حاجة إيه أصل الحكاية. عشان كده تعالى في مجموعة ترشيحات لأفضل الروايات اللي اتكلمت على القضية، يلا بينا. الحقيقة قبل ما أعمل الفيديو النهاردة حبيت أراجع الفيديو اللي عملته قبل كده من سنتين لما كانت حاصلة المشكلة بتاعت قضية الشارع إياه، اللي مش هينفع نقول اسمه عشان الحاجات دي بتتشال. لقيت إن المشكلة هي هي، مفيش حاجة اتغيرت، ولقيت ترشيحات كافية للغاية وتغطي الموضوع وزيادة، فأنا هزود عليها ترشيح لكتاب واحد بس، وهو برتقالة جدتي للكاتب وليد عودة. وبعد كده هحط لك الفيديو التاني زي ما هو بدون تغيير، لأن مفيش حاجة اتغيرت. تعالى أكلمك على الكتاب الأولاني في ملخص القصة والنقاط اللي عجبتني. عائلة أو أسرة فلسطينية كندية بيرجعوا من كندا إلى أرض فلسطين، أرض آبائهم وأجدادهم، عشان يقضوا فترة الأجازة. بيوصلوا لبيت العائلة، ولكن بيفاجأوا بتحوله إلى مقر حكومي ثم منزل قابل للتأجير من قبل قوات الاحتلال. البيت ده أقرب إلى قصر أو سرايا، وبيخلينا الكاتب نشوف وجهة النظر دي بتناول معتاد طبعا عن التعاطف والقضية والتهجير، ولكن الوجهة التانية الغير معتادة هي وجهة اليهودي، ذلك عن طريق طيف غامض أو شبح أو فتى صغير في السن، وتنقله الخفي بشكل مريب جوه أرجاء البيت الأقرب إلى سرايا. وتبدأ الأحداث تتطور، ونوصل لاعتصامات ومظاهرات والقدس والمسجد الأقصى، ونخش في الأحداث اللي كانت قريبة معانا وحركت مشاعر الجماهير العربية كلها، وهي حي الشيخ جراح. وبعدين يوصل الموضوع لجريمة قتل وتغييرات في الرأي العام. هذه الرواية هامة للغاية عشان تخلي القضية سخنة، ما تخليش الموضوع يطفي، ما تخليش الأجيال اللي جاية تنسى القضية. رواية محكمة سلسة سهلة قوية، بتحافظ على تركيزك من أولها لآخرها رغم موضوعها اللي تم تناوله بأكتر من طريقة قبل كده، ولكن مدخلها كان في غاية الذكاء. تالي في الظروف الحرجة اللي احنا فيها دلوقتي دي، احسن حاجة ممكن نعملها ان احنا نفضل فاكرين، نفضل مخليين القضية نصب اعيننا، نقراها ونقرأ عنها ونخلي غيرنا يقرأ عنها، نوصلها للأجيال الجديدة اللي ما شافوهاش. تعال أقول لك على أفضل 5 روايات تناولت القضية الفلسطينية، يلا بينا. بص يا صديقي، المتوقع بنسبة 95% ان الفيديو ده هيتم تحجيمه. اي حاجة دلوقتي بتتكلم على الموضوع ده ما بيمنعوهاش بشكل صريح، ولكن بيقللوا وصولها، بيخلوا الفيديو او الكومنت او التعليق او البوست حتى اللي على الفيسبوك ما يوصلش للناس كلها. عشان كده دوري هنا ان انا اعمل لك الفيديو ده، دورك ان انت تستمر في شير هذا الفيديو، دورك ان انت توصل الفيديو ده للناس غصب عنهم. ملاحظة مهمة أخيرة قبل ما نبدأ، توقع إن في تعليقات ليك أو لغيرك هتتشال من على الفيديو ده، مش أنا اللي هشيلها، ولكن في حاجات بتحصل أوتوماتيك بتشيل التعليقات اللي ليها علاقة بالموضوع. أنا هحاول أتلافى الكلمات اللي أنا متأكد إنها بتوقف انتشار الفيديو وبتلغي التعليقات، ولكن النتيجة محسومة، بس برضه هنحاول. العمل الأول، التنطورية لرضوى عاشور. في 460 صفحة رضوى عاشور بتحكي لنا قصة فتاة وتدرج حياتها وطفولتها من قرية التنطورية سنة 1948 لحد ما صارت جدة. الفتاة بتبدأ حياتها بأنها تشوف أبوها وإخواتها مقتولين وجثثهم متكومة فوق بعض في قرية الطنطورية. بنمشي مع الفتاة دي في قصة رحلة طويلة كلها معاناة وعذاب وبؤس، بنعدي على صبرة وشتيلة، القصف والحرب الأهلية في لبنان لأن البطلة انتقلت وعاشت هناك واتجوزت. ومن خلال هذه الفترة بنشوف كمان أزمة حياة الفلسطينيين في لبنان، إزاي الإنسان يقدر يعيش مع أقاربه ومعارفه وأصدقائه وهو متخيل في أي لحظة أنه ممكن يفقدهم تماما. الرواية دي بتوصل لك معنى الفقدان، فقدان الصديق والقريب والمعارف والأحباء والحياة والوطن.
الرواية موجعة جدا وحساسة جدا، كل ما بقرأ الرواية دي بحس ان القضية لسه عايشة، بحس ان لسه في امل، في مشاهد فيها ايقونية للغاية، زي مثلا المشهد اللي العائلات كلها بتهرب فيه من القرية وبيقفلوا ابواب بيوتهم بالمفاتيح ويعلقوها في سلاسل في رقبتهم، والسلاسل دي تتورث من الام للابنة عشان لما نرجع نفتح باب البيت تاني ونخش ونقول ان احنا راجعين. العمل الثاني عائد الى حيفا، غسان كنفاني. في اصغر رواية موجودة في لست النهاردة 76 صفحة بالظبط، بنشوف رمزية كنفاني نفسه وعودته الى حيفا عن طريق سعيد وزوجته ورحلتهم في طريقهم الى بيتهم اللي البطل سابه وهو رضيع سنة 1948. من خلال مأساة عائلة سعيد دي احنا بنشوف رمزية الحياة الفلسطينية بالكامل، بنشوف في اقل قدر ممكن من الكلمات والصفحات بركان كامل من المشاعر والاحاسيس، بنشوف شخصية غسان كنفاني نفسه جوه العمل وتوصيله لفكرة الاديب الانسان السياسي، وبيطرح اسئلة ومش بيجاوبك عليها بل بيسيبك تفكر فيها، هل احنا بنعيش في الوطن ولا الوطن هو اللي بيعيش فينا؟ الوطن ارض ولا حنين ولا ذكريات؟ اسرة من اب وام ورضيع، الاب والام بيهربوا ولكن الرضيع ما بينفعش يهرب وبيفضل موجود جوه الاراضي المحتلة وبيتربى وسط اسرة جديدة. من المشاهد الايقونية في هذه الرواية برضو مشهد عودة الاب وحديثه مع ابنه اللي تربى في الارض المحتلة، هنا بنتواجه بالحقيقة، الحقيقة اللي هم عارفينها ولكن بينكروها. الحوار هنا مش بين اتنين، مش بين اب وابنه، بل بين طرفي النزاع نفسه. العمل الثالث رأيت رام الله لمريد البرغوثي. العمل ده مش رواية بالمعنى المفهوم، بل هو خلط ما بين الرواية وما بين السيرة الذاتية للكاتب، وفي نفس الوقت هو خلط ما بين النثر والشعر وفن القصة. بيعبر فيها مريد بلغته الشعرية العبقرية عن مشاعره المتدفقة نحي 30 سنة، وهي الفترة اللي قضاها متشتتا بعيدا عن وطنه في القاهرة لما كان بيدرس، بينقلك معاه عبر ذكرياته ومشاعره الى بلدته اللي اتولد فيها بالصوت والصورة لأ وطعم الأكل، فأنت بتدوق معاه زيت الزيتون والزعتر وتخلط ده بمرارة النكبة والشتات والهزيمة. بيتجرد فيها مريد من شخصيته وهويته وبيعرض الموضوع بحياد، ما بيحولش الفلسطينيين إلى ملائكة وما بيحولش العرب لشياطين، بل بيعرض الموضوع من كل الزوايا ببساطة، بشر لا ملايكة ولا شياطين. طول ما انت ماشي في قراية الكتاب ده هيدخلك الكاتب جوه أفكاره، جوه معتقداته، هيدخلك في نقاشات مطولة عن رمزية التشتت، عن تشتته هو في أرجاء العالم كله، عن السعادة المخلوطة بالألم، عن كل المشاعر اللي ممكن يحسها إنسان بعيدا عن وطنه. العمل الرابع الحقيقة هو مش عمل بالمعنى المفهوم، ولكن هو سلسلة، سلسلة كاملة اسمها الملهى الفلسطينية، دي من إصدار إبراهيم نصر الله، عبارة عن 11 كتاب يتراوح حجمهم ما بين النوفيلا الصغيرة وما بين العمل الضخم الكبير. أنا هقولهم لك بترتيب التسلسل الزمني للأحداث مش بترتيب الصدور، بالتسلسل التاريخي للأحداث لو أنت عايز تبدأ المأساة من أولها. قناديل ملك الجليل، زمن الخيول البيضاء، طفل الممحاة، طيور الحذر، زيتون الشوارع، أعراس آمنة، تحت شمس الضحى، مجرد اثنين فقط، ظلال المفاتيح، سيرة عين، دبابة تحت شجرة عيد الميلاد. المجموعة دي غير طبيعية، ولو انت عايز تعيش الموضوع كله من اوله لاخره انا انصح بيها بشدة. يكفي ان الكاتب بيها خد كتارة مرتين. جوه هذه السلسلة في سلاسل صغيرة، يعني هم 11 جزء جواها مثلا حاجة اسمها ثلاثية الأجراس، وهم آخر ثلاث أعداد أنا قلتهم دلوقتي، ظلال المفاتيح وسيرة عين ودبابة. لو أنت مش قادر تقرأ الـ11 كلهم أنا أنصح بالتحديد يعني بثلاثية الأجراس وبزمن الخيول البيضاء. العمل الخامس والأخير باب الشمس. في باب الشمس
الكبيرة نسبيا، بنشوف ملحمة شديدة الواقعية عبر قصتين مختلفتين في زمانين مختلفين. القصة الأولى قصة جواز تقليدي حصل من زمن بعيد قبل النكبة بين يونس ونهيلة، اللي ما حبش مراته غير لما فقدها وبعدت عنه. ومن خلال هذه القصة بنشوف رمزية فلسطين نفسها اللي أهلها ما عرفوش قدرها غير لما فقدوها بالفعل. ده طبعا مش كلامي أنا، ده الكلام اللي بيوصله لك الكاتب من خلال أحداث القصة، وبنتأكد من الكلام ده لما بنشوف نهيلة وتحملها لأعباء أسرتها ولحظات السعادة المحدودة اللي هي بتظفر فيها في باب الشمس، المكان اللي بتختلي فيه بجوزها اللي اختار طريق النضال. بنشوف هنا عدم وجود تعريف محدد لكلمة الوطن، ولكن التعريف ده في مذاق البرتقال، في أشجار الزيتون، في دجاجات الأم. بنشوف البطل ازاي حب زوجته لما بعدت بينهم المسافات، وبقى العلاقة الوحيدة اللي ما بينهم هما الاتنين عن طريق التسلل. وبنتنقل للقصة التانية وهي قصة حب برضو نشأت في المخيم عن طريق علاقة غير شرعية بين خليل وشمس. بنشوف رمزية تانية هنا عن طريق المقارنة ما بين القصتين، علاقة الحب غير المشروعة نشأت في أرض غير مشروعة، ولكن علاقة الحب السليمة نشأت في الأرض الأصلية. الرابط ما بين القصتين غريب جدا الحقيقة، وهي شخصية أم حسن الداية أو القابلة، شخصية أكبر من الواقع، أم للجميع، وهي اللي بتربط أحداث القصتين ببعض، هي اللي بتوصل القصة دي للقصة دي. الحقيقة إن الرواية دي يمكن أصعب من الباقيين شوية، لأن فيها رمزيات أنت محتاج تفكها وانت بتقرأ العمل. فلو أنت بتلاقي صعوبة في فك الرمزيات والرموز وإنك تخش في فلسفات القراءة والكلام ده، خليك في الأربعة الأولانيين. لحد هنا أكون خلصت فيديو ترشيحات بتتكلم على القضية الفلسطينية. جي دورك انت بقى تنزل في التعليقات وتقول لي على ترشيحات تانية بتتكلم على القضية، وكمان ما توقفش الفيديو ده عندك. في فئة من الشباب الصغير اللي ما يعرفش أصلا الموضوع، حدش وصله له وإحنا قصرنا في حقه، حاول تعرفه الحقيقة فين. أشوفك هناك، سلام.